اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مش انا اللي بعملها، حضراتكم اللي بتسالوا على السوشيال ميديا واسئله كتير، ويا شيف مغاز عايزين ناكل من ايدك فراخ مشويه. فاحنا بنحدد يوم الاثنين من كل اسبوع بقدر الامكان ناخد الاسئله ونجاوب عليها عملي واحنا بنشوفها مع بعض. هعمل فراخ مشويه النهارده، معايا جوز فراخ حلوين، وزن الفرخه لا يزيد عن كيلو جرام. تجيب الفراخ الصغيره لما تحب تشويها، هنشويها بالاعشاب والثوم وزيت الزيتون، حاجه لطيفه جميله كده واخده المطبخ الطلياني بخفه دم مصريه. هنقدم معاها رز بالزعفران، رز بالجزر مع الزبيب واخد لون الزعفران اللطيف، يتعمل بالرز البسمتي. ولكن الرز البسمتي يا شيف مغازي معانا مشكله معاه، مش بناكله زي بره، فهنشوف ازاي نعمله زي المطاعم ما بتعمله، بيبقى طعمه لطيف وحلو. يتعمل بقى بشوربه الفراخ، يتعمل بين اصابع ايدك العشره، الطعم يجي منين؟ دي الخبره الطهويه، هنشوفها مع بعض ان شاء الله في تفاصيل الحلقه بتاعتي. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، وفي اسئله كتير من خلال السوشيال ميديا حضراتكم بتسالوها هنجاوب عليها من خلال الحلقه واحنا شغالين مع بعض. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا تفاصيل الحلقه وخشي المطبخ بتاعك زي الشيف المغازي كده وخليكي شطوره. ممكن يكون معانا من التايم بتاعنا 30 دقيقه صافي زي الفل. هل اقدر اعمل فيهم اكل يا شيف؟ اه، لان انت كمان في المطبخ ملكه، تقدري تعملي شويه تحضيرات لحضرتك عشان اذا كنت موظفه بتشتغلي مش عايزه تقفي في المطبخ وقت كبير زي الشيف المغازي كده، فالفراخ تكون مغسوله وجاهزه في الثلاجه مش هيحصل حاجه، عندك التوابل والاعشاب دي عارفه مكانها فين. معانا الجزر المبشور مع تشكيله من الفلفل الالوان، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي مقادير الفراخ المشويه بالاعشاب مع الثوم وزيت الزيتون. مقاديرها بسيطة وسهلة في متناول الجميع، فرختين صغيرين وزن الفرخة لا يزيد عن كيلو جرام، تقريبا 850 أو 900 جرام. معانا من الريحان والزعتر وكمان الروزماري، دي المقادير بتاعتنا، وثوم وزيت زيتون وملح وفلفل. أنا مش هحط بهارات كتيرة علشان أحافظ على طعم الأعشاب. أول حاجة هنمسك الأعشاب دي نخلطها في قلب الكبة مع بعض وإحنا شغالين كده واحدة واحدة، علشان أسئلة كتير بتجينا على السوشيال ميديا، يا شيف مغازي عايزة أكل فراخ مشوية من إيدك، عينيا ليكي يا ست الكل. أه، أول حاجة الروزماري، حلو الكلام، ده موجود في المحلات السوبر ماركت، مش موجود أنت عندك مثلا قصرية صغيرة كده فخارة، هتجيب الروزماري ده وتزعيه يعني ويبقى تستخدميه فريش كده وطازة زي اللي معانا ده كده، ده حلو جدا يعني بينافس الريحان في التوابل والفليفر والاعشاب، مفيده عموما، الزيوت الطياره اللي موجوده فيها مفيده جدا. هناخد شويه دول كمان، ده روزماري حلو جدا مع الفراخ والاسماك، حلو. معانا يا عم الشيف توم، بسم الله الرحمن الرحيم، معانا كده الصوره حلوه حبايبي، معانا زعتر، هعمل خلطه كده اكتبها ورايا. لما تيجي تشوي فراخ ونفسك جاي على فراخ مشويه واخده طعم الاعشاب، حط اللي انا بعمله دلوقتي، حطيت روزماري وحطيت زعتر، حلو الكلام، وشويه ريحان اخضر، معانا ريحان اخضر، حلو الكلام، موجود مش موجود، ده لطيف وحلو. اه، الورقه بتاعته بتبقى عريضه، اه بالشكل ده كده. ما لقيتيش منه حط نعناع، وقولي يا بتاع النعناع يا منعنع، اه زي الفل في قلب الكبه، حلو الكلام. وبنحط على الخلطه دي يا عم الشيف شويه زيت زيتون ومعلقه خل في قلب الكبه. اه، دايما قاعده المغازي بتقول ايه؟ بتعملي فراخ مشويه بالاعشاب زي الروزماري والزعتر والريحان، ما تكتريش التوابل الشرقيه اللي هي الكمون كزبره الحاجات ديت لان بتسرق الطعم، خلي بالك. اه، حط شوية بابريكا كده حلوين، بحب أنا الفلفلة الحلوة في الأكل دايما، والملح والفلفل بتاعنا أهو، كل ده في قلب الكبة. وهنخلط الخليط ده يا عم الشيف ونقطع الفراخ ونمسك الخلطة ديت ندخلها جوه الأنسجة بتاعة الفراخ وإحنا مع بعض كده، اللهم صل على النبي. يلا ونشغل دي كده،
لازم التوابل والاعشاب تكون مطحونه كلها. خلص الكلام، شفتوا الخلطه ديت؟ اوريها لحضراتكم حالا دلوقتي في قلب الصينيه. سريعا كده، وعايزك تبقى شاطره في المطبخ وعارفه انت بتعملي ايه. وهقول لك على معلومه حلوه، دايما لما تيجي ترتبي المطبخ بتاعك انت رص الحاجه بايدك انت، يعني ما تستعينيش بحد. ليه؟ عشان لما تقف في المطبخ ما تساليش فين الشوكه يا حماده، فين المفرمه، وفين المبشره اللي هبشر بيها يا حماده، وهكذا. لا، خلي الحاجه انت بحطت ايدك، تقوم تقف في المطبخ عارفه مكان كل حاجه. معايا فرسان التلفزيون المصري حبايبي، نجيب الخلطه الحلوه اللي احنا هنشوي بيها الفراخ دلوقتي مع بعض. وهناخد الجزء الفراخ الحلوين دول، نشوف هنقطعهم ازاي ونفصلهم ازاي علشان ينزلوا على الجريلا ما ياخدوش معايا تقريبا 20 دقيقة وتستوي. واحنا مع بعض واحدة واحدة، السكينة بتاعتك تكون حامية. اللهم صل على النبي. دايما سكينتك حامية وتتحكمي فيها، مفيش أي مشكلة. هناخد الصينية دي كده. اللهم صل على النبي. ادي الفرخة الأولى. نشيل السلسلة بتاعت الفرخة اللي بتعمل لنا مشاكل وإعاقة في التسوية، أهي. دايما بنلاقي دم بين الإيه السلسلة وبعضيها. خلاص أنا رفعت دي كده، شكراً. ده ما يترميش، ده نحافظ عليه في التلاجة على آخر الشهر كده والمصروف معانا خسع. بناخد العظم ده، الجوانح دي كلها بنغليها، بناخد شوية شوربة حلوين، بنعمل أحلى صينية بطاطس بالفراخ او شوربه الفراخ. وامسك الفرخه دي كده، الربع ده كده اهو، واجي هنا كده اهو اهو، الفتحه دي كده من عند العظم واحطها هنا بالشكل ده كده. نفس الموضوع الصدر، اجي كده اهو اهو، واجي عند الجناح ده كده وافتح فتحه واحط هنا كده. نفس الموضوع الفراخ الصغيره في الشوي ما بتاخدش وقت كبير، وعلامة في التسوية. نيجي بالسكينة كده. نعم يا غالي، سؤال وجيه من المخرج، قال لي مش ممكن نشيل الجلدة بتاعت الفراخ؟ للأمانة أنا بحب أشوي الفراخ بالجلدة بتاعتها طالما الفراخ معايا مغسولة ونضيفة وزي الفل. خلي بالك، عايزة تشيلها دي بتاعتك، بس دايما أنا بحب الجلدة بتاعت الفراخ لأن في نسبة دهون ما بين الجلدة وما بين اللحم بتاع الفرخة. ناخد الفرخة دي كمان زي الفل، نشيل السلسله. شوفوا انا بشيل السلسله اهو، السكينه ماشيه، هي عارفه رايحه فين. نفس الموضوع من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم، سمي بسم الله. هي السكينه عارفه رايحه فين، واسحبها كده. واشيل الجلد ده كده زي الفل يا عم الشيف. خلاص كده الفرخه معايا اتفتحت اهي، باجي هنا بالنص افتحها كده. اللهم صل على النبي. واجي على الفخده دي كده، نفس القصه. حلو. الفتحه دي مهمه جدا. هي دي اللي بتساوي الفراخ، بتساعد على تسويه الفراخ، اعشاب اهي. دي طريقه يا ريت تعملها لاولادك النهارده، هتعجبهم، لانك انت لو رحت مطعم مش هتلاقي الفراخ دي موجوده في المطعم بالطعم ده خالص، لانك انت اللي بتتحكمي في تركيبه الاعشاب بتاعه الشوي نفسها. حتى زعتر قد ايه، حتى ريحان قد ايه، حتى روزماري قد ايه، حتى توم قد ايه، وهكذا. عامله زيت زيتون ولا لا؟ هو ده. اللهم صل على النبي. ناخد الفراخ دي يا عم الشيف، وعند جريلا بتناديني، درجه حرارتها عاليه جدا، حطيتها قبل ما نطلع على الهواء تقريبا ب 30 دقيقه. الفراخ اهي شكلها تتاكل وهي لسه نيه اهي اهي. جريلا سخنه جدا، في مثل يقول لك اضرب الحديد وهو سخن، يعني خد الخبر كده وهو لسه سخن. اللحوم المشويه، البرجر، السمك، الفراخ لازم تتحط على جريلا سخنه درجه حرارتها عاليه جدا بالشكل ده كده اهو. اللهم صل على النبي. اهو 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 استوت الفراخ اهو اهو، هو ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص الكلام، عندي شوية بهريز وعندي شوية مية. الخلطة دي مهمة، بخليهم على جنب، هحتاج لهم انا دول.
اشربهم الفراخ من وقت للتاني. نطلع فاصل يا شباب ونعمل عمليه ترويل للكاونتر بتاعنا، ايه رايكم؟ حلو. الفراخ هنا بتستوي زي الفل. يلا هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل لاسرار شوي الفراخ بالاعشاب، ازاي الانسجه بتاعت الفراخ تاخد طعم الاعشاب والاعشاب تنسجم مع الفراخ مع رز بالزعفران. هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لاسرار شوي الفراخ. ايه الفراخ دي يا شفيق؟ ما خدتش مننا وقت، عصافير دي ولا ايه؟ اهي خدت اللون الاحمر بالشكل ده كده اهو، واسيبها على النار. انا عايزك لما تخش المطبخ انك تظبط التايم بتاعك، الوقت يعني، وفي نفس الوقت تعرفي ايه الحاجه اللي ممكن تاخد وقت كبير. ده مهم جدا. يعني انا بدات الاول اجهز الخلطه بتاعت الشوي، قطعت الفراخ وحطيتها في قلب الخلطه وحطيتها على النار، وفي نفس الوقت الفراخ جنبي عطشانه. تقول لك عطشان يا سمراني، اسقيني ايه؟ خلطه. وانا واقف كده جنبيها بشربها من وقت للتاني. هو ده. وبتستوي. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ والفراخ فتحت مكان خبطه السكينه في الجناح وفي الفخذ والصدر، شايفه فتحت ازاي؟ وخدت التتبيله وسابها تستوي يا عم الشيف. على عين البوتاجاز، عايزه ادخلها الفرن اهلا وسهلا، بس في الطبيعي ان عين البوتاجاز سريعه شويه. حلو الكلام؟ يا نعم. حلو. سؤال، انا مستني السؤال ده من بدري. سؤال جانا على السوشيال ميديا، ينفع اشوي الفراخ دي يا عم الشيف بصدور فراخ؟ هتنفع، مش هتقول لا، بس مش هتبقى بنفس الطعم ده. ولكن صدور الفراخ دايما الاطفال بيحبوها والشباب علشان تبقى جاهزه على طول الاكل، هتبقى زي الفل. اللي انا الخلطه اللي انا كنت بتبل بيها الفراخ موجوده معايا، زودتها شويه ميه وموجوده معايا عشان الفراخ تستوي بالخلطه دي والفراخ تاخد طعم الاعشاب، لان انا عندي الاعشاب هنا هي البطل في الموضوع. انا معتمد عليها في الطعم، مفيش لا كمون ولا كزبره ولا زبادي ولا الجو بتاع الشاورما ده خالص. فانا حطيت شويه ميه على التتبيله بتاعت الفراخ، بشرب الفراخ من وقت للتاني وهي بتستوي قدام عينيا. اقلبها كده ونشوف اخبارها ايه مع بعض ونبص عليها. الله، خلاص استوت، موجوده اهي وعايمه في الخلطه، وتسيبها كده على النار زي ما انتوا حابين. انا جاهز، نسمع كلام الكبير وناخد بعضينا. والله الفراخ استوت، بسم الله ما شاء الله عليك يا شيف. هناخد بعضينا ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي نقدم الاكل بتاعنا البسيط الحلو ده الغير مكلف، ولكن علميا وفكريا وطهويا وخبره طهويه، ازاي تشوي فراخ تاخد طعم الاعشاب بنفس الطعم اذا كان روزماري او زعتر مع توم وزيت الزيتون. انا حطيت مكعبين من الزبده. حلو قوي. انا محمر الفراخ، وجود الزبده هنا بقى بيدي طعم حلو قوي على فكره. تعال نبص عليها كده اهو. اللهم صل على النبي. انا عايز اقلبها بس عشان اقدمها، لان الكل بيقول لي الفراخ استوت ولا لسه. احنا هنخلص وناكل مع بعض ونشوف الشيف كلامه مظبوط ولا لا. اتحمرت ازاي الفراخ؟ خدت لون، وجود الزبده هنا بيديها لون حلو. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ حلو استوت. ريحه الزبده بعد تسويه الفراخ بتدي طعم تاني خالص. اللهم صل على النبي. فراخ مشوية بالأعشاب. سمعنا الصوت ده كده؟ هو ده. عينيا. خلاص. بس أرص الفراخ الرصة الحلوة دي كده. الصوت الحلو ده، الصوت اللي جوع ده. بجد والله، صوت الفراخ وهي بتتحمر في قلب الزبدة الشوي ده كده مهم جدا. ايه الجمال ده يا عم الشيخ؟ وما خدتش وقت. عينيا، الله عليكي، انت بنت حلال. شفت بتقول لي ايه؟ ايه رايك لو خدت شويه الزبده الحلوين مكان تحمير الفراخ دول وتحطهم على وش الرز؟ هو ده الكلام وده المطبخ. يا ويلي يا ويلي، اللهم صل على النبي.
هو ده مطبخنا. اوبا على شاشة القناة الأولى أيا كان الوقت بتاعنا بيحكمنا نظرا للأحداث السياسية والإنجازات العظيمة اللي بتشهدها مصر في ظل الأوضاع الحالية، والحمد لله ودي نعمة من ربنا نشكر ربنا عليها للأمانة. بنقدر إن احنا ناخد وقتنا على شاشة القناة الأولى ونبسط حضراتكم بأكلة حلوة، يعني نشوف شوية رز بيتعملوا ازاي، فراخ مشوية ازاي، وبأقل وقت ممكن نعمل حاجة حلوة، وبعلمك ازاي تخش المطبخ في نفس الوقت بسرعة تعملي حاجة سريعة. جوزك عزم حد فجأة، حماتك جت خبطت الباب فجأة، عايزين نعمل أكل للأولاد ومع وزنين في الوقت، وهكذا من المثال. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.